هنروح مع حضراتكم لمؤسسة حياة كريمة اللي وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية علشان تساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية. مؤسسة حياة كريمة وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لتوحيد جهود الدولة الساعية للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية مع توفير الدعم المالي لذلك. ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وكذلك الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً. ينص بروتوكول التعاون على قيام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مستشفياته ووحداته المختلفة بتقديم الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية التي تحيلها إليه المؤسسة، وذلك في إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية ولتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. هذا بالإضافة إلى تقديم التوعية الطبية للمواطنين في مختلف محافظات مصر مع توفير التسهيلات اللوجستية وكذلك المتطوعين بما يساعد على تيسير تنفيذ الأعمال محل التعاون، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذها. ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعى مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة.